نعمل بقى دلوقتي الشوربه، شوربه الحمص. هنحط معلقه زيت وعليها بصله مبشوره. شوربه الحمص هقول لكم بسرعه على المقادير. احنا حطينا معلقه زيت، بصله مبشوره شوحناها، حطينا الفراخ او لحمه زي ما انتوا عايزين مكعبات، وحطيناها في الحله برضو تتشوح مع البصل. نزلنا مرقه حسب الاحتياج او ميه، بما ان احنا اصلا مشوحين فراخ او لحمه فهي هتنزل مرقتها، لكن كزياده طعم حطوا مرقه لو ايه حابين. معانا بقى حطينا معلقه كبيره من الصلصه الحمراء وعلبة حمص، وهنحط ملح وفلفل وعصير ليمون وبقدونس. بقدونس هحطه جوه الشوربة. خلاص ده كده استوى معانا. هنحط هنا الحمص، عصير الليمون والبقدونس. خلاص كده معانا دي الشوربة دي خالصة.